ما أنت على وشك رؤيته الآن هو برهان تام لإثبات حق كلمة الرب الإله أن يسوع ما زال يصنع المعجزات بقوة اسمه وبدمه. شاهد وأعطي المجد للرب الإله. عند أي تعال عند أي الطفلة دي ثقب في القلب أبوها ثقب في القلب عندها ثقب في القلب قولي له عش فيها يسوع عش فيها باسم يسوع المسيح ثقب القلب يا رب يسوع المسيح عش فيها يا رب القلب عش فيها يا رب تشفى يا رب انا بأمر القلب يقوم بكفاءة عالية باسم يسوع يا رب يا ست امين روح منه رسم قلب هتيجوا تشهدوا لكم قصتك اشكرك يا رب اشكرك اسمع اشكرك يا يسوع حشت عن بنت ولد اشكرك يا رب امبارح هو جاء اول يوم تعالى هو جاء اول يوم انا لمست ابنه قلت له روح اعمل اشعه ابنك اتشفى مش كده جالي قال لي انا عملت اشعه والثقب لسه موجود قلت لك يسوع لسه دي الصلاه ايه اول مره قلت له اسمع تقارير الطبيب كذب هتعمل أشعة تاني حصل. وهتيجي بكرة بشهادة حصل اتصلت بعم عشرة اتصلت بايه اتصلت بعم عشرة انت ابنك اتشفى من ثقب قلب عارفين ثقب قلب يعني ايه خنق ده خبر وشهد هو وابنه عشان كده الناس اللي تعبانة زيه هو سفير مرضى ثقب القلب بيتشفع من اجلهم حصل عشان كده بسببه هو دعا المرضى حصل والايمان دخل قلوبهم لانه شافوا معجزه حيه هو كمان رغم ان اول يوم عمل اشعه وانا قلت له روح اعمل اشعه جالي بقلب كده مكسور وصوت حزين قال انا عملت اشعه زي ما انت قلت بس الثقب لسه موجود شايفين فهو راح للطبيب الطبيب عمل له تقرير قال له لا الثقب لسه موجود لكن التقرير اللي انا كتبت وده تقرير في العالم الروحي قلت له انت هتروح تاني روح تاني للطبيب وهتعمل اشعه وهو هيحكي قريت عينين الدكتور قبل ما ينطق اي حاجه قال لك ايه قال لي دي معمول لها معجزه انا قريت عينيه قريت عينيه قبل ما يتكلم بيقول لي دي معمول لها معجزه عملها مرتين الاشاعه محتار ويقول انا في حاجه غير جامد من امبارح للنهارده رامو موسى من اسيوط التمساحيه عرفت الخدمه من طريق النت واتصلت بعم اشرف كان عنده حصل نفس الموقف ده كده ورحت له البلد وجبت عربيه وجيت هنا على طول قال لي مفيش مكان مولوده بثقب القلب بقى لها سنتين ونص كل ما اروح للدكتور يقول لي لازم عمليه لازم عمليه على طول كنت اروح للدكتور يقول لي كلام غير الدكتور التاني لازم تعمل عمليه واحد يقول لي استنى لما تكمل 3 سنين ونص استنى لما تكمل 6 سنين ومن حوالي شهرين الدكتور قال لي لازم تعمل عمليه فورا كلمت الاخ سعيد على النت وكلمت واحد كان حصل معاه نفس المعجزه ورحت له قال لي لازم تروح فما كانش في مكان في الميكروباص ان انا اروح ركبت مواصلات وجيت من اسيوط وجيت هنا قعدت في العمرانيه عندنا بيت في العمرانيه كنت مصدق من وانا في البيت انا كان في حاجات بتعقدني في البيت موضوع سفري بسافر الكويت واحد اتصل بيا قال في نفس الوقت ان انا كنت همشي فيه هاجي فيه هنا قال لي المطار هيقفل ولازم تيجي تحجز وتيجي فوالدي اتكلم معايا قال لي لازم تمشي وبتاع قلت له حاضر اطمن على بنتي الاول وبعد كده همشي وكلمت الدكتور النهارده حوالي الساعه 4 مفيش الصبح انا كنت عايز اجي في اول الاجتماع انشفت وانا خدت كلامك سكه ورحت للدكتور بقول له اتصلت بيه قلت له انا هعمل الاشاعه تاني قال لي ليه قلت ربنا عمل لها معجزه قال لي ما انت لسه عاملها امبارح غلط على البنت قلت لها اعملها مفيش غلط عليها فروحنا وعملناها وتمجد اسم الرب دي واحده ده التقرير بتاع امبارح امبارح كانت العضله بتاعت التضخم 2.7 النهارده اختلفت خالص
النهاردة 2.2 2 و2 من 10 الثقب بيقفل. هو قال لي 10 ايام وتعمل اشعه. قلت له مش هعمل اشعه تاني. الثقب كان سمكه 2.7 وكام اللي العضله بتاعت العضله دي حاجه تاني غير الثقب. غير الثقب الثقب بقى 2.6 من 10 2.6 من 10 ده امبارح. النهارده 1.1 من 10 1.1 من 10 مش مصدق. الإشاعة مرتين بعد ما كانش عايز يعمل غير إشاعة واحدة بيخايف على البنت. عمل الإشاعة مرتين وبعدين ما كانش مصدق. أنا شايف في عينيه مستغرب. بيقول لي إيه اللي خلاك إن أنت خليتك يعني عملت الإشاعة دي مرتين؟ وتربينا عمل لها معجزة. يسوع عمل لها معجزة. أيوة جبتهم جوه وطلعت عرفت الناس اللي بره. قلت لكل اللي في المستشفى قلت لهم يسوع عمل مع بنتي معجزه. ابني ده كان مسافر في الكويت قتلنا سنتين ونص واحنا شاربين بيها المرار من اسيوط للقصيه لهنا لمصر. كل اللي نكشف له عنده ويقول لك ده مأثر على النمو عندها. الثقب ده لازم تعملوه. لغايه الشهر اللي فات كشفنا لها في القصيه قال لازم تعمل عمليه. كان عند فرح ابني قلنا بعد فرح عمها هنعمل العمليه. بس حاجة إلى هي عطلتنا. حاجة إلى هي قال ما تعملوش عملية تاني استنوا شوي. يبقى ربنا راد وإد أمها حمل جديد. هو بس ده ربنا سبب الحمل ده عشان نجي هنا عشان ناخد بركة يسوع المسيح إن ربنا يشفيها ويحوش عنا. يبقى أول ما سمعنا عن حكاية النت يبقى برضو راح ابني التتالية للأخ أشرف وجبنا علوانه وجبنا طريق للطريق هنا وجينا على العمرانية على طول. ربنا تمجد برضه وخد بيدنا وما كسفناش. ويسوع المسيح أشكر 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 إن هو ربنا حش عنا. بس الدكتور النهاردة كان يعني ما قدرش أحكي لك اللي هو كان مش عارف أوصف لك إزاي. عينيه كانت محتار مش عارف يعمل إيه في الإشاعة على مرتين ويكرر الإشاعة ما عارفش يعمل إيه. بنقول ليه يا دكتور في حاجة جديدة؟ قال دي معجزة حصلت للبت دي. فقاسنا مناطق كده على طول. طب يا دكتور قال لا ده هو تجيبوها بعد 10 ايام الثقب مش هيبقى فيه نهايه خالص. الاهم حاجه العضله بتاعت القلب ان هي خلاص بتكفل. اول بتكفل العضله بيكفل الثقب معاها. بدعي الناس الخطاء الناس ان هي مش مؤمنه بالمسيح تتوب وتصلي وترجع وتتوب وترجع للمسيح وترجع للاخ سعيد. يسوع عند الشفاء. واشكرك يسوع اشكرك يسوع اشكرك يسوع اللي انت شفت بالتولد. يسوع حي غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله.